تعرف على يوسف. يوسف مواطن عراقي، وهو المعيل الوحيد لزوجته وأبنائه الثلاث ووالديه المسنين. يوسف رجل أعمال طموح، لكنه وجد لسنوات أن أهدافه المهنية قد تعرقلت بسبب عدم قدرته للوصول إلى السوق العالمية. علاوة على مشاكل عمله، بدأ يوسف أيضا بالخوف على سلامة أسرته بسبب المناخ السياسي المتقلب بشكل متزايد في بلاده ونظام الرعاية الصحية الفاشل. في محاولة يائسة لإيجاد حل لمشاكله، بدأ يوسف في مراجعة خياراته حتى عثر على الموقع الرسمي لبرنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار. أيقن على الفور أنه وجد الحل. يعد برنامج الحصول على الجنسية الدومينيكا عن طريق الاستثمار أحد أقدم البرامج من هذا النوع. تم تقديمه في عام 1993 كوسيلة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تشتد الحاجة إليه في الجزيرة، في حين السماح للأفراد المحترمين للغاية وأسرهم بالحصول على جنسية ثانية لبلد مرحب وآمن. يتمتع مواطنو دومينيكا بالمزايا التالية: الجنسية مدى الحياة مع الحق في العيش والعمل في البلاد، القدرة على نقل الجنسية إلى الأجيال القادمة، السفر بدون تأشيرة والتأشيرة عند الوصول إلى ما يقارب 140 دولة وإقليم بما في ذلك أهم مراكز الأعمال، العيش في بلد مستقر سياسيا وآمن تحفز حكومته على الأعمال التجارية ولا تثقل كاهل المواطنين، إمكانية الولوج إلى نظام رعاية صحية قوي. تقدم يوسف بطلب الحصول على الجنسية له ولزوجته وأطفاله الثلاث ووالديه، وبعد اجتياز إجراءات القبول اللازمة بنجاح أصبحوا مواطنين فخورين في دومينيكا. يستطيع يوسف الآن السفر بدون تأشيرة إلى عدد كبير من مراكز الأعمال، وهو يسعى لتحقيق هدفه المتمثل في توسيع أعماله دوليا. بعد فترة وجيزة من حصوله على الجنسية، حملت زوجة يوسف بطفلهم الرابع. يشعر يوسف بالإطمئنان لحقيقة أنه يمكنه تسجيل طفله المولود حديثا كمواطن دومينيكي في أي وقت، كما أنه يشعر بالأمان عندما يعلم أنه يمكن مشاركة الجنسية الدومينيكية مع أصهاره وأحفاده في المستقبل عندما يحين الوقت. يشعر يوسف الآن أنه بإمكانه حماية أسرته بشكل أفضل، خاصة وأن بإمكانهم جميعا الانتقال بسرعة إلى دومينيكا في أي لحظة. في الواقع يفكر يوسف في التصرف عاجلا وليس آجلا، حتى ولم تكن هنالك أزمة وشيكة في المستقبل، كونه يريد إعالة والديه حيث بدأت صحتهما بالتدهور. إنه يعتقد أن هنالك أماكن قليلة على وجه الأرض حيث تكون الحياة الصحية واليقظة راسختان في الحياة اليومية، كما هو الحال في دومينيكا. لبدء رحلتك في الحصول على الجنسية الثانية لدومينيكان، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: حدد وكيل معتمد لبدء تطبيقك. يمكنك العثور على قائمة بجميع الوكلاء المعتمدين على الموقع الرسمي للبرنامج. أكمل النماذج والمستندات المطلوبة وقدمها إلى وكيلك المعتمد الذي سيرسلها نيابة عنك. ستعالج وحدة المواطنة عن طريق الاستثمار طلبك وتجري فحصا شاملا للخلفية قبل إصدار الموافقة المبدئية. بعد الموافقة قم إما بتقديم مساهمة مباشرة إلى حكومة دومينيكا المعروفة باسم مسار صندوق التنويع الاقتصادي، أو قم بشراء العقارات الموافق عليها سابقا. احصل على شهادة التجنس الخاصة بك. إجراءات الحصول على الجنسية في دومينيكا صريحة وسلسة للغاية، دون الحاجة إلى مقابلة أو لغة أو إقامة أو متطلبات سفر إلزامية. قدم طلب الحصول على جنسية ثانية اليوم وأمن مستقبل عائلتك من خلال برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار. قم بزيارة cbiu.gov.dm للبدء.